اذا هذا طفل معاق وما عنده اي مكان يروح عليها وين يروح؟ يعني اني انتم يا حكومه احملتم مسؤوليه كامله. انا مشروع خيري تابع لله فقط، احنا ما تابعين لاي جهه. هذه البناية تابعة لعقارات الدولة، ملكية العقارات الدولة، كانت فرقة حزبية سابقا، وبوقت بصراحة بوقت الدواعش سووها مقبرة للدواعش، يعني صارت متروكة هاي الفرقة الحزبية 25 سنة، ووقت الداعش قصفوها، انقصفت صارت تقريبا يعني تضررة يعني أكثر من 50%. وإحنا يعني أنا اللي أستغربه يعني هسا الأيمن كله مواقع تابعة للدولة وكله مدمرة ومقصوفة، هذا الموقع إحنا جينا أخذناه سبحان الله كل الأنظار صارت عليه، إحنا جينا هذا الموقع متروك قلنا حطينا تمام إحنا نبر ما عندنا إجور لأن إحنا ما نأخذ إجور من الأطفال، إحنا المشروع الوحيد بالموصل اللي يفيد أهل الموصل يغطي الموصل بشكل عام، يعني إحنا المشروع الوحيد بالعراق اللي يعالج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا دون إجور، إحنا ما طالبين شيء. هذا الموقع كان مدمر، عمروا جهات خيرية عمرت النهوة للأطفال، وبعدين آخر شيء جو باسم القانون سدوا. ليش هو القانون يقول سد موقع طابع للأطفال يتامى جايين يتعالجون مجانا؟ هو هذا قانونهم؟ إذا هم هذا القانون فعلى الدنيا السلام. كم عدد المعوقين اللي كانوا في هالبناية هاي؟ 400 طالب. والله مرتاحين الأطفال، نفسيتهم تغيرت، كانوا حالة نفسية محبوسين بالبيوت هون عيدرسوهم عيترفهون ألعاب. ليش أكد؟ والله ظلم. الله البيحة بنتي مكفوفة من سمعة الساعة 3 إلى المغرب ظلت تبكي، والله شفت وقهر عليها. وين نوديهم؟ ما عندنا إمكانية نوديهم. ليش هذا الظلم؟ المعوقين كلهم من الأيمن؟ إيه من الأيمن ومن الأيسار. أيمن والله من العربي ومن السكر ومن كل المناطق. ليش؟ الله ما يقبله. دحوا عليهم أطفال مريئين ما لهم حقوق بالدولة. هي من مظلومين، احنا الدولة تساعدهم ترحمهم. ليش أكل؟ والله كنا نستخدم أستاذ، يعني الأطفالنا لا مدارس تتقبلهم لا معاهد تتقبلهم، تعرف المعاهد همينا بفلوس، هذول شيء يعني ببلاش، وقعد جبناهم وعندرسهم وإحنا منطقة يعني بالأيمن، ما تعرف الأيمن إيش قد يعني منطقة متضررة، وما صدقنا سترين فتحت لنا هذا المعهد، والكادر التدريسي كله يعني بلا فلوس بلاش وعيدرسوهم. ليش يعني كل مرة هكذا إحنا يسدونه وأنتم ما تداوموا يسدونه؟ ليش يعني؟ يعني الكاظم غاح فتح بالبصرة وعطاهم أراضي نفس حالاتهم، ليش علينا؟ ليش بس إحنا؟ ليش علينا بس؟